السلام عليكم ورحمة الله. يتجدد بكم اللقاء الأسبوعي عبر برنامج فن وسياسة، وهذه المرة مع الفنانة المبدعة أمال النور. مرحبا بك كثير على فن وسياسة. أهلا وسهلا، يا مرحبا. واليوم لقاء على غير العادة يا أمال، يعني عادة الناس اعتادوا على أن يلتقوا بك ويروك عبر البرامج المنوعة وهكذا والمليئة بالفن، ولكن أن نحاول أن نستصحب معنا السياسة هذه المرة، هذا لقاء وظهور مختلف. إن شاء الله تكون خفيف، أكون خفيفة عليها وهي خفيفة عليها. إن شاء الله. نحن حنرجع بيكي لفترة النشأة والميلاد والتفاصيل الأولى اللي دايما بتكون عالقة بذهن الإنسان، هي الأكثر تأثيرا وتشكيلا لشخصيته وويدانه. أنا ما بتذكر أنا بديت متين، أنا يعني من بدري فقدت بصري بدري، كان عمري زي سنة ونص في الفترة دي، كان تقرر كده. وبعد ما كبرت اكتشفت انه في فايل مع والدي فيه انه الطفله ميوله موسيقي، فعليه حاولوا قربوها من الحته دي عشان هي تستغنى عن النشاطات العاديه للاطفال الطبيعيين. وقد كان يعني انا كبرت لقيت في يدي اكورديون وجنبي مسجل ومن ديك وطوالي يعني هل كان فقط بس الاكتشاف ده اللي كان شكل ووجهك نحو الموسيقى، ولا في كان احد افراد الاسره ممكن في خالي يكون عنده خالي اهتمام؟ كان بيعزف كمان، خالي بيعزف كمان، كان من ناس نادي جنوب اسمه محمد الدشوني، بحييه. وانا هو كان اصلا بيجي بلقى دائما الموسيقى وبلقى الالات في البيت وكذا، وبيعرفني بهم، دي اسمها كذا ودي اسمها كذا ودي بيعملوها كذا، وكان بالنسبه لي عالم غريب يعني، حاجه ما قادرة أقول لك كيف. وبدأ حبك وولهك بعالم الموسيقى، وده اللي قادك إلى المسارح حتى قبل أن تدخلي المرحلة المدرسية. أول ظهور لك على المسرح بتذكريه؟ بدري يعني بتذكر، تخيلي بتذكر إنه شالوني خدتوني في المسرح لأنه ما كان في طريقة حتى أطلع عتبات. يعني حتى بعد المسرح الجزيرة في مدني دي عالية شوية لو الناس اللي شافوه، فشالوني خدتوني كده في المسرح وخدتوا لي كرسي قدامي عشان اعرف الحد اللي اجيب فيه، خدتوا فيه الميكروفون المفروض ينزلوه تحت، بقى قصه عرفتي الستاند بتاع المايك ما كان بينزل لحد الحد ذاك، ربطوه في كرسي هنا. لكن بكل الاحوال كانت تجربه جميله ومشجعه ومحفزه ليكي، خالص خاصه بعد ان التحقتي بمعهد النور، واللي اضاف ليكي غير الجوانب الاكاديميه كان بيهتم جدا بالنشاط الادبي لجميع الطلاب اللي كانوا موجودين فيه. كانت تجربه كبيره. معهد النور طبعا هو اي كفيف كان محظوظ انه يقرا في معهد النور، كان اتيحت له فرصه بتاعت اشياء كثيره يمكن اكثر من الناس اللي كانوا في المدارس العاديه، لانه كان كميتنا بسيطه والمعهد معنى به من جهات كثيره جدا، كان فكان بيدرسونا بيعملوا لنا حياه اجتماعيه، بربونا، الاساتذه كانوا ودودين جدا، كانوا قريبين جدا من الطلبه بحكم الطبيعه السودانيه في التعاطف مع يعني مع شخص ما بيشوف او عنده اي مشكله. فانا بفتكر اننا كنا يعني من ناس عندنا حظ كبير. الدراسه كان بتتخللها كثير من الانشطه، كثير كمان. كثير كان كل اسبوع عندنا يومين او ثلاثه بتاعون جمعية أدبية، بنجي نتلمى، بناس تقرا شعر، بيجيكم فنانين زيارات كمان بيعملوا لكم برامج ترفيهية؟ دائما دائما، أيوة دائما بيكون في فنان وبنسأل ونتونس معاه ونغني معاه، وناس كثير كانت بتجي، يعني كانت فترة جميلة فترة معهد النور. تدرجتي في المراحل الدراسية وأثبتي تفوقك الأكاديمي بشكل واضح كان لكل من حولك، والتحقتي بدراسة الهندسة المعمارية. لا انا لم تاخذي بقى كثير وتحولت للاقتصاد. انا لسه ما التحقتها، انا جبت المجموع بداخل ايوه، وكان مخطط لك انك تلتحقي بها لكن حولت لدراسه الاقتصاد. لا ما كان في طريقه اصلا، لان انا ما كنت شاطره في التاريخ والجغرافيا. يا نسرين شفت المشكله دي، ما كنت شاطره كل يعني ما في اي امل انه انا اقرا تاريخ وجغرافيا واقوم يعني المجال الادبي بالتالي استبعدناه تماما، فاستبعدته خالص وقريت علمي رياضيات. لما دخلت الجامعه فوجئت بالمشكله، الاداب ما حتاخذني لانه انا ما عامله ولا تاريخ ولا جغرافيا ولا لغه فرنسيه ولا فنون. المعمار طبعا ما حتاخذني للظرف نفسه حقي. بعد ذاك فضلت كليه الاقتصاد وبقى الصراع بتاع انه تتقبل ما تتقبل مش عارف ايه، لغايه لما اهو اتقبلتي فيه. من دراسه الاقتصاد لدراسه علم النفس، وشتان ما بين العلمين والتخصصين؟ ما ادري، رغبتي الاساسيه الاقتصاد ده بس مشيت به حالي.
يعني الوقت ده ما كان حد قبل في أي كلية غير الاقتصاد عشان أقدر أستمر. فمشيت، عارفة الشخص بيكون عقله شوية رياضي بيكون مشكلة، حتى لو دخلت أي كلية في الاقتصاد، اجتماع، علوم سياسية، ما كنت أحب العلوم دي كله. فقريت اقتصاد بحت، منه قدمت كلية الآداب، أخذوني قالوا لي ما في مشكلة، يعني أعملي 5 في علم النفس اللي أنت كنت عايزاه من أصلا من زمان وما قدرتي تعمليه. فبس كان وصلت كل هذا وذاك، أمل النور تغلب عليها حبها للموسيقى وقررت الالتحاق بمعهد الموسيقى والمسرح، وكانت من أجمل الفترات في حياتك طبعا بالتأكيد. أجمل فترة في حياة أي موسيقي، يعني ما في أجمل من إنه الفنان شخصيته براها مختلفة، مهما حاولنا ندمجها ويكون عندنا علاقات بالعالم الخارجي نحتاج لبعضنا أكثر لأن نفهم بعضنا أكثر، حتى لغتنا في التخاطب مختلفة، لغتنا في أي حاجة مختلفة، الحاجة دي قامت خلتنا بنكون قراب لبعض، حتى بعد ما نطلع من الكلية ونتخرج وكذا لازم يكون عندك مجموعة من الموسيقيين حولك عشان يساعدوك عشان تمشي في الدنيا دي كويس. وكان متاح طبعا بطبيعة الحال عدد من التخصصات اخترت منها الغناء والتدريب. والله انا اختارني استاذي، انا اصلا كنت زمان بعزف اكورديون زي ما قلت لك، وقام شاكلني قال لي عايزه تغني تسيبي الاله دي نهائيا لانه شكلها وضعها، الاكورديون طبعا اول حاجه وزنه ثقيل وبيشتغل في العضلات بتاعه الصدر والذراعين والاكتاف، دي العضلات المفروض تكون مسترخيه في الغناء، فقال لي الحاجتين ده النهائي ما ممكن تشديهم لي كله، انا ما عايز شكلهم يكون يعني المهم يأثر حرام على صوتك يأثر بمرور على الزمن. صوتي ولا شكلي كمغنية بعدك، لو بتلقي الناس اللي بتعزف أكورديون شكلها بكون عاملة على شكل الآلة، ما صحيح رفض رفض تماما صحيح، قال لا. بنلقى كثير ممكن شخص يغني بمصاحبة العود بمصاحبة الكيبورد، لكن مع الأكورديون فعلا لكن أي يمكن يكون عامل المتلقي العادي ما يعني بيكون بيبقى عارف صعبة السبب شوية المسألة، الحقيقي. فهو رفض تماما وحرمني من الحاجة دي، لكن عديل قال لي خيرك، أنا عايز تبقي أكورديونيست ولا عايز تبقي مغنية، لكن انا الكليه قالت لي اختار لك التخصص واحنا قررنا ان انت مغنيه، وقد كان فقد كان هذا الوله استمر وتطور الى ان قررت ايضا في المواصله في الدراسات العليا حتى في الموسيقى. لا انا ما درست دراسات عليا، مع احترامي لكل الناس اللي عملوا ماجستير او دكتوراه في المجال، لكن الموسيقى هي ممارسه، انا ده استاذي غايته علمني كده، قال لي في حاجة ماشي سأل لي زي 20 نفر كده اليوم ده كلاف في المعهد كله، أقول له لقيتها يقول لي لسه، مهم بعد يومين جاني قال لي خبرة، دي شنو قال لي خبرة خبرة قاعد يعمل كده لحد ما وصل لي ده، قال لي اللي ببقي الزول فنان و واقتنعت بالمبدأ ده وواصلت فيه. أنا اقتنعت به وواصلت فيه، وبعد ذاك لقيت إنه الباحثين ناس آخرين، يعني الشخص الباحث أنا قبل قلت لك عقل رياضي قصة نظري وأكتبي وطلعي بحث ومش عارف إيه، ما لي فيها اساسا، ما بلقى روحي في الحاجه دي، يعني حتى انا الترجمه لما درستها وحاولتها ضايقت تعبتها ما حبيتها، لكن اطلع مسرح ده بقى الدكتوره بتاعي. أول ظهور لأمال النور بالنسبة للجمهور والمعرفة الحقيقية بيكي كانت عبر الغناء الكورالي، والغناء في الكورال أكيد أضاف لك بعد فني جديد آخر أضاف لرصيد خبرتك الكثير. هو ده برضه نفس الخطه اللي كان واضح، انت عارفة الزلمة لما يبدأ يدرس الموسيقى وهو صغير او يدرس اي نوع من الفنون اللي هي ممكن تبرمجي فيها الانسان وهو صغير بتكون الحاجة دي مفيدة جدا، الراجل ده خدت عليه خطة قال انا همشي انت تجري تغني بجماعة ما لم تتأكدي انك انت بتقدري تقفي في المسرح ده، مشكلة ما انك تغني صح ولا تغني جميل ولا النص، ماذا تملك المسرح ده تحسي بيه انه بتاعك انت، ده مملكتك انت، اذا ما جاك الاحساس ده وانا وقتها ما فهمته وده كويس، لكن بمرور الزمن فهمت المسألة بقت عاملة شنو، يعني فهمت يعني شنو فنان يطلع على المسرح وإملاه يعني شنو، فمشيت بالوصية حقته، غنيت كورال كثير جدا، غنيت مع كده الجلاد كده يعني. طيب أمال، بنلاحظ في فترة من الفترات كان بتشهد عدد من الفرق والغناء الكورالي، وكل ما مر الزمن أصبحت تندثر هذه الظاهرة إذا جاز لنا التعبير أن نطلق عليها، لماذا قلت الفرق الغنائية، قل الغناء عبر الكورال برأيك؟ طبيعي لأنه أساسا مجموعة الناس لما يكونوا مع بعض لو ما كان في بيناتهم علاقة قوية وتفهم عالي جدا يعني شنو خلاف، مش يعني شنو موسيقى ولا يعني شنو أصحاب،
يفهم يعني شنو خلاف، يعني شنو انت لما تزعل من رفيقك او تتضايق منه في حاجه تعتبر انه ده زي بيتك، الحته دي زي بيتك، الناس دي عائلتك، احنا ما بنختار عوائلنا. فاي صديق بتختاري وبعد ذاك بتقدري اكيد حتتعاملي معاه احسن من ناس بيتكم، انا خدتها كده او يمكن دي التجربه وصلتني لك، فبتعتبره ناس بيتك خلاص. يعني قصد فلان ما ضايقني وتعبني واقوم امشي منه وامشي للثاني، ده اللي بيحصل في الفرق. الفرق بتغلب عليها اساسا الانسان بطبيعه الطبيعه البشريه، اصلا الانسان بيحب يثبت ذاته، دي شيء مهم جدا في الانسان. يعني طالما انتفى الاحساس الجماعي معنى كده انه الفرقه تفقد الامل في المواصله للامام. اكيد، وفي العالم كله، القصه دي ما في السودان بس، يعني ما بعتبر ان السودانيين فيهم مشكله، لكن العالم كله الواحد اول ما يبتدي لحظه لهم بفرتق وطوال يبتدي كل واحد يبقى يغني براه ويطلع ويعمل، فبيكون اجدى انه الواحد يدوه مناطق معينه يغني فيها براه ويثبت ذاته في اي مجال عشان هو يقدر يعطي اكثر من خلال المجموعه، ده بيكون شيء طبيعي جدا جدا. أمال النور أيضا كان لها تجربة كبيرة مع الأستاذ الفنان محمد وردي، وأنت خريجة مدرسة محمد وردي وتعتزين وتفتخرين دائما بذلك، يعني أعمال كثيرة راسخة في ويدان السودانيين، يا شعبا لهبت ثوريتك، وعرس السودان، وأكتوبر الأخضر، وعدد كبير من الأغنيات الجميلة اللي ظلت وما تزال فعلا عالقة بأذهاننا جميعا. فترة الشغل العمل مع أستاذ وردي
هي بدت فعلا عمل، لكن بعد ذاك انا بعتبر نفسي واحدة من الأسرة دي بكل المقاييس. يعني بعتبر انه الأستاذ ده هو والد لينا، ربانا فنيا، علمنا جرأة المسارح، علمنا أشياء ما كنا ممكن نتعلمها في مكان تاني، ما كان ممكن. لازم شخص ذو خبرة هو اللي يجيف ويديك المعلومة ويشرف على انك انت نفذتها مضبوط. دي القصة هنا ده بجد. فهو كان ما بيبخل، علمنا انه الفنان الواثق من نفسه ما بيبخل بمعلومة على شخص آخر مبتدئ، لأنه هو ما خايف من حاجة، هو عارف نفسه انه أشياءه أدواته كاملة وإيصاله كامل للجمهور، فعليه ما حيخاف من تلاميذ انهم ياخذوا مكان او كده او يبخل عليهم. دي هي الاسباب اللي بتخلي الانسان عنده معلومه ويرفض انه يعطيها كامله او يرفض انه يعطيها بالمره. دي مشكله، مشكله كبيره جدا في العطاء بتاع الناس اللي بيسبقوا بعض في خبرات في اي مجال. فاذا احنا تخطينا الحاجز ده بيبقى العطاء متواصل وبتبقى الخبره متواصله، وبنبقى بنخلق في اجيال دون ان نشعر بتاعت ناس فنانين وناس قادرين على حمل المشعل، لأنه الخلود لله سبحانه وتعالى. يعني الناس تتذكر وفكرة سحب البساط دي، الفكرة اللي ممكن تكون يعني مغلوطة موجودة بين الأجيال تندثر تماما، ويظل فعلا التعاون والتعارف ما بين كل جيل وآخر أكيد لانتقال الخبرات. هي يعني ما في حاجة اسمها سحب البساط، لكن في النهاية بساط الحياة نفسه حينسحب من تحت رجلينا، نمشي من الدنيا دي وعندنا علم وعندنا أشياء عطاء وعندنا محبة وعندنا خير ممكن نديه للآخرين، نمنعه عنهم بفهمينهم هم حيبقوا أحسن مننا لأنهم هم شباب. دي فكرة أنا غايت ما قاعدة أنسيبها للفن كتير، دي بنسيبها لأشياء ما بيكون المجال هنا، ما مجال إننا نذكر كلمات بالطريقة دي يعني هنا. طيب قدمتي عدد من الأعمال الوطنية مع الأستاذ محمد وردي عبر الكورال في فرقته، وكانت معظم هذه الأعمال لا تحمل لونية سياسية محددة. هل هذا بالضبط اتجاهك وفكرك؟ يعني هل قصدت فعلا أن تعبري عن هذه الفكرة إنه لا يجب أن ينتمي الفن إلى لون سياسي محدد؟ فكرتي أنا أمل، ما يعني أنا ما ده ما فكرة بفتكر إنه مفروض يعمم ولا مسؤولة من أي شيء عنه. أنا أمال دي بفتكر إنه الفنان، الفن والسياسة زي طريق السكة حديد، لا يمكن أن يلتقيان، نعم، ولا ولكن يمكن أن خطين يسير متوازيين، لا يمكن أن يسير القطار على فردة واحدة، ما بيجي. فعشان الحادث ما يقع أفضل الفن يمشي في خط موازي للسياسة. الفن يخدم المجتمع والإنسانية، بيخدم الأمور الحاصلة، سياسة، اقتصاد، اجتماع، أي نوع من الأشياء. والفن عشان يكون صادق وعشان يكون ضمير حقيقي للشعب ومرآة حقيقية لابد أن يكون حر، حر بجناحين ولا جناح واحد. لأنه إذا أنا تسيست أول حاجة حأخدم الحزب، إذا الحزب كسب حفتكر نفسي ملكة الدنيا، حبتدي أتغاضى عن أخطائه، أبتدي أن أنا أزين أشياء بأكثر مما يجب. وإذا الحزب بتاعي خسر حأكون متضايقة، حكون رافضة، حأسيب فني، حبتدي معارضة وابتدي أتخذ لغة لا تربأ لمستوى الفنون. وفي كده في كلا الحالتين أنا ما بكون خدمت البلد ولا خدمت الفن بأي صورة. إذا ينتفي الانتماء السياسي ولكن يظل إحساسنا بالوطن طبعاً. هو اللي باقي. من هذا المنطلق بنجد كثير من الأحيان إنه غنائنا للوطن مرتبط بمناسبات محددة، تأتي المناسبة ويحصل استنفار لكل الفنانين والشعراء والملحنين من أجل أن يقدموا عمل يناسب هذا الاحتفال. لماذا دائما الغناء للوطن مرتبط بمناسبات؟ يعني هل يمكن أن نرمي باللائم على قلة الإحساس بالوطن ربما؟ لا، لا أكيد لا. أنا حوريكي فهمي أنا الخاص جدا للمسألة. أساسا الفن هو الفنانين بيجوا، كمية المحترفين في البلد زادت كتير جدا، وبقت مسؤولياتهم المادية ببساطة زادت كثير جدا. صحيح. فأصبحوا بيغنوا كثيرين، هم ما كلهم ابتذلوا لكن فيهم كمية بيجوا بيقدموا فن يعني بيكون بجانب الفن الصادق والجميل، بيكون هو عايز يجني مال عشان الحياة تستمر ببساطة. فإذا أنا جبت غنى وطني ما حقدر أغنيه في بيت عرس، ما حقدر أغنيه في وين في وين في وين. لكن لما تيجي مناسبة الدولة ذاتها بتصرف على المناسبة، بتطلع ميزانية كويسة جدا، بتخلي الفنانين
تحفزهم انهم يطلعوا. يعني في الاعمال اللي انت بتسمعيها في المناسبات دي ما بتكون ألفت مخصوص للمناسبات، تكون موجوده اصلا، لكن صاحبه لا يملك الامكانيات. عشان تعمل عمل فني لازم تجيب موسيقى مضبوطه، لازم تعمل بروفات بعدد معين، لازم تسجل، ده كله مصاريف. غير انه انا في النهايه حقدمها وين؟ كده بتكوني فهمتيني. فانا نعم. بفتكر انه افضل طريق لاستمراريه ايجاد قنوات للفنانين عشان يعبروا عن محبتهم لوطنهم او انتماءاتهم او اي شيء هم عايزين يعبروا عنه، افتكر انه بيكون دائما خلق هذه المناسبات والمهرجانات اللي من خلالها الفن، انا بفتكر انه بيتكرم الفنانين كلنا، احنا كلنا من موسيقي لمغني كلنا بنتكرم بشنو؟ بنرتفع من محل اننا نضطر نجيب الماده من مكان غير مكان حقيقي، مسرح حقيقي ياتي اليه المشاهد ويقطع التذاكر ويدخل ويشوف الحدث المقصود. في الحاله دي بنكون احرار اننا اكثر، اننا نقدم ابداعنا احنا وليس ما يريده الجمهور. ارتبطت أمال النور كثيرا بالغناء التصويري الذي يعبر عن المشهد بالكلمة واللحن، يعني مسرحيات مثل عنبر المجنونات، موعودة بيك، دنيا صفا ودنيا انتباه، كثير من الأعمال الجميلة اللي صاحبها صوتك في التعبير عن المشاهد المختلفة بداخل المسرحية. أنا طبعا تأثرت كثيرا، دي شيء لا يخفى،
على إنسان بالسيدة فيروز اللي أنا بعتبر إنه الأخوان الرحباني هي مدرسة، مدرسة ليست للغناء والفن فقط والموسيقى، بل هي مدرسة للفلسفة، من خلال طرحوا فلسفة عميقة جدا وربوا أجيال كثيرة جدا جدا وتواصلت. وإنت شايفة الحصل حاسة بعد فيروز اختفت من وجود المتواصل في الساحة. فسيدة فيروز عندها مجموعة من الأوبريتات بتحوي كل المواضيع الممكن تغطى اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وأي شيء. الأعمال دي من أنا طفلة كنت بسمعها دائما مواصلة عليها، سواء كان أغانيها أو الأعمال نفسها بعد ما تحصلت عليها. بعد ذاك الشيء الثاني بفتكر أنه بيرتبط بظرف أنه الشخص يستخدم السمع بدلا عن النظر، فبيبقى السمع عنده وسيلتين وبيبقى هو الوسيلة الرئيسية لإيصال المعلومة أو تلقيها. في الحالة دي بقوم بلقى أنه عايزة أصور صورة، حصورها بصوتي عشان أنا أسمع أن الصورة دي مزبوطة ولا لا. بفتكر أنا ده افتكاري الأصلي كده، فضلا عن أنه الفنان أصلا لازم خياله يكون كبير ويكون واسع ويقدر يعبر عن الحاجة اللي هو حاسس بيها بصورة بالأداة حقته، سواء كانت آلة موسيقية أو صوته أو كده. يعني غير تأثرك بالسيدة فيروز دي كانت لونية خاصة اخترت أن تقدميها وتتفردي فيها عبر الغناء التصويري. أنا بتخيل لي كده، أنا ده فهمي عن تحليلي للمسألة الخاص. طيب كان عندك تجربة أيضا كبيرة بعد التخرج من معهد الموسيقى والمسرح، الانضمام لفرقة عقد الجلاد، وكانت تجربة كبيرة وأضافت لك كثير من الخبرات وكثير من القيم اللي اكتسبتيها بداخل هذه الجماعة. كثير كثير جدا. أنا عقد الجلاد انضمت لهم في سنة التخرج نفسها، يعني قبل الامتحانات بشوية وعداك. فأنا بفتكر أنه عقد الجلاد ساهمت في تشكيل خاص جدا في وجداني وفي أدائي الفني. طبعا بابا النو لو سمح يسمح لي ناديه أستاذ عثمان النو طبعا القيم على هذه الفرقة كان وقتها بيعلمني أن أغني سوداني كيف بيقعد كده بالعود بالساعات عشان يعلمني. كنت لحد تلك الفترة متأثرة بالغناء العربي خالص كثير والغناء الكلاسيكي اللي احنا بندرسه طبعا بتاع الأوبرا. لكن انه انا عدي المرحلة دي كان المعلم الاول الأستاذ محمد وردي له التحية والاحترام، وبعده النو جاء. وكان النو كان دقيق لانه كان متوفر، بيقعد علينا بالعود عارفة بالساعات، لما صوتنا يتعب حتى دي بجيبوها كده وتمشي تجيبوها لي كده، ولغاية ما أدينا أمونة طبعا من النصوص والألحان المعقدة جدا والمغلة جدا في السودانية، يعني الناس كلهم بيعرفوها. لكن بعدها بقى مشينا في المشوار بتاع الفرقة وفي أفكارها وفي فلسفتها وفي كده، ولغاية الآن أنا عضو في عقد الجلاد، أنا ما انفصلت عن الفرقة، لا استقلت ولا أقلت. عندك عبارة ذكرتي فيها أن عقد الجلاد أهم محطة في مشوارك الفني. طبعاً أهم محطة. طبعاً أهم محطة، لأنه العلاقة بالمجموعة دي أبداً ما انتهت، وعقد الجلاد هي أنا بفتكرها من أطول الفرق نفساً في العالم. يحصل فيها خلافات، يحصل فيها ما يحصل، هي في النهاية الفكرة موجودة، وفي النهاية الأغاني موجودة، والاسم نفسه موجود، وعقد الجلاد دائما والروح الجميله اللي جمعت بين اعضاء موجوده. بعدين احنا انا سبت الفرقه هسي اخر مره دي سبتهم من سنه 2000، لكن لغايه حسي انا معاهم دائما في حفله، معاهم دائما في مناسباتهم. طبعا دي حاجه خلاص يعني بقت زي اسرتك، تزعل ترضى يحصل ما يحصل، انت المجموعه دي جزء منها، قاعد معاها في حلوه وفي مره. وانا بفتكر هو ده العطاء الحقيقي، يعني احنا ما نقعد نجمل المساله ونظهر الاشياء باشياء غير حقيقيه عشان هي تكون مضبوطه، لانه ما في مثاليه في العالم. اذا خيرنا بين المثاليه والصدق افضل نصدق. في خلافات في عقد الجلاد زي ما انتم شايفين، في اي شيء تكون سمعتي اخبار كثيره، لكن عقد الجلاد لا زالت وستظل عقد الجلاد. بفتكر انه اليوم عقد الجلاد قرر انها تتوقف ما حيكون عشان في مشاكل وخلافات، حيكون لي سبب ثاني، انه كفايه، انه اي حاجه دانا تصوريه للمساله. لكن بتمنى انه فعلا هذه المجموعه تستمر وتتحدى كعادتها كل حاجه وتمشي لقدام، ونحن كلنا بنتمنى ذلك. امال النور مقله جدا في الانتاج لاي كاسيت، يعني الى الان لديك كاسيت واحد بعنوان قوله ثاني،
ومعروف طبعا انه كل الفنانين الموجودين يمكن الانتاج المستمر لتحقيق الوجود والتعريف بالفنان وتحقيق المردود المادي حتى. لماذا أمال النور مقلة في انتاج الكاسيت؟ طب لا اضيف حتى على المذيع سؤال هسألك سؤال يا نسرين، هل هي دي القناه الوحيده ان احنا من خلالها ممكن نعبر عن فننا؟ لا طبعا دي المشكله، اي قناه يبقى فيها مشكله ومنبر يكون فيه مشكله اننا نعبر عن فننا بصدق وبالحريه اللي احنا عايزينها، افضل نفتش المنابر الاخرى. ده بيتيح للمنبر الاصلي اللي احنا تركناه انه يراجع نفسه ويطور ادواته عشان هو يقدر يوصل للمسألة اللي احنا بنتمناها، وبيتيح لنا فرصة اننا نقوي وجودنا في المنابر الاخرى، وهي احنا موجودين في كل حتة. يعني ما في الفنان ما بيتحدى بعلبة بتاعت كاسيت، عمرها ما كانت دي محلة فنان في الدنيا، لكن لان المنتجين بقى في مشكلة، يعني بقى يقول لك ايه الام بي 3 نافسني مش عارف، لديهم شروط بيملوها طبعا على الفنان اكيد، غير الشروط اللي يقول لك الام بي 3 نافسنا والتليفونات تعذبتنا وبقى ما بنبيع. يعني مقدمات زي دي مقدمة خطرة، انا بفتكر انه كلام خطر، لانه جمهورك اللي عايز يشتري الكاسيت بتاعك بيشتريه، واللي عايز يشتري السي دي، انا شخصيا حاسة عليه فنانين كثيرين ما قاعده ارضى اخدهم في تليفوناتي وبس بجيب يعني ما لا غنى لنا. اي نعم هي السوق نزلت كثير والمساله هاصت شديد، بس ده ذاته سوق، انت ممكن تخلق منه سوق اخر للام بي 3، سوق اخر على النت تحميل الاغاني بكذا، يعني في أي زمان طبعا في وسائل منافسة كثيرة ومحبطة للهمم. طيب بدل ما نحبط هممنا ونبتدي يعني طوالي احنا دايرين نقوم نسترخص الفن في ذاته، أفضل نطور أدواتنا احنا ونمشي مع التكنولوجيا ونشوف العالم بيعمل شنو. ما هو أكيد في العالم في حل، مش لأنه لسه السيديهات بتنتج. وصل لقائنا مع الفنانة أمال النور، ويمكن عرفتي كثيرا ومن عمر مبكر جدا بأنك بتجيد الغناء على السلم السباعي، والتساؤل هنا يعني هل كل من يملك صوتا جميلا بإمكانها أن يغني على سلم سباعي برأيك؟
خاصة هنا في السودان. لا للأسف لا، مش السلم السباعي، نقول الغناء الشرقي. السلم السباعي ما هو السلم الطبيعي، الغربي برضه سباعي، لكن خلينا نقول الغناء الشرقي اللي هو عليه السيكا عليه 4 طن. الربع طن ما بيتأدى لأي شخص ما لم هو ينشأ معه في أذانه، يعني يكون موجود. صعب إننا نتعلم، يعني صعب جدا، فيه أشياء وفيه لفات وفيه حاجات يعني دقيقة جدا جدا، ما الأذن ما بتألفها بعد ما الإنسان يكبر، ما في طريقة. انت كان بالنسبة لك الصعوبة في العكس طبعا، ان تغني على السلم الخماسي. للأسف لكن والله سودانية والموسيقى ما عندها هوية. طيب ننتقل بك لسياق آخر مختلف أستاذة أمال. لديك رأي خاص في علاقة الفن بالسياسة، يعني ذكرتي لي جزئية بسيطة منه، ولكن أحب أن تتحدثي قليلا يعني بشيء من الاستفاضة عن هذا الجانب. أنا الفن ما بيسيس، والسياسي ما بيبقى فنان كذا، وضحت؟ انت ما حتلقى لك سياسي شايل آلات. والبعض الآخر يقول إنه ما يمكن أن يوصل الفنان بفنه يعجز عنه السياسة. صح، لكن لما يكون حر، لما يكون عايز يقول الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة. عشان نقول الحقيقة لازم نكون أحرار. الفن أهم شيء فيه الحرية، حرية الخيال، حرية الإبداع، وحرية الأدوات. ده كله ما لم نكون أحرار في جوانا من أي قيد سياسي حتى ولو كان. السياسة هي لها ناسة، في طبعا لازم أي بلد يكون فيها ساسة أو فيها ناس متخصصين في السياسة وبيعرفوا ليها وبيعرفوا لعبتها وبيعرفوا يسيروها وكذا، لكن الفنان غير صالح أن يكون سياسي. ده في نظري أنا الخاص، عشان ما أعمم الفكرة. ليه إحنا غير صالحين؟ الفنان أساسا شخصيته خيالية إبداعية، والحاجة دي في السياسة دي أكثر مجال واقعي فيه 1+1=2، فيه قرار واحد ممكن يعني يرفع أمة، وقرار ثاني ممكن ينزل منها. دي حاجة الناس كلها بقت عارفاها المسألة دي. الفنان لو قام يتعاطف مع القرار ده وبقى بيغني للقرار ده بيكون كيف؟ أنا ما عارفة، أنا ما قادرة أتخيل. قد تكون خصما عليه برأيك، خصما يعني عليه وهو، وخصما على الحقيقة عنده. طيب يعني إضافة لهذا الحديث، ذكرتي إنه إنك لا تحب الفنان الذي يسيس نفسه، وقد يتساءل البعض إنه من حق أي شخص فنانا كان أم غير فنان أن يكون له اتجاهه الفكري. صح، وعمقه الذي يراه. صح، في السياسة في جانب من الجوانب. لماذا أطري أنه ممكن في كل الأحوال السياسة قد تكون خصما على الفنان؟ زي ما قلت لك، لأنه الضمير ما عنده حدود، الضمير بيقول الحقيقة زي ما هي، حتى ولو كان ضد الحزب أنا بنتمي له. إذا أنا انتميت لحزب سياسي وعمل خطأ، في إنسان معصوم، ما في حزب معصوم، في جماعة معصومة، لا. بتجي أوقات في السياسة دي هي أساسا مجموعة من الخيارات السيئة، إحنا مفروض نختار أفضلها وأقلها ضررا بالأمة. صح؟ صحيح. دي السياسة هي كده. يلا الفنان ما بيعرف الخيارات السيئة دي أفضلها ياتو، بيعرف السياسي القاعد في مكان السياسي. وصعب جدا إنك أنت تجي تحاكم السياسي وإنت نايم في بيتك. قالوا في واحد ربان بتاع سفينة، فالسفينة غرقت ولعت فيها نار، وقصة صعبة جدا، والراجل قام مرق رقبته. وده ما مفروض يحصل في قانون البحرية. مفروض هو ينتظر لغاية ما يشوف الركاب كلهم حصل عليهم شنو، وأغلبهم بيضحوا بحياتهم يعني. فجابوه محكمة وتنفضى وتنعقد 7 يوم ولا مش عارف ايه، يعني هي عاملينها مثل يعني حكمة هي القصة. فقام قال لهم انتوا أسدي 7 يوم ولا 10 يوم بتنيتوا عايزين انا اتخذ قرار زي ده في 10 دقائق؟ كونوا مكاني. فهي دي القصة. انا احنا ما ممكن نكون ساسة، لكن ممكن نكون ايدي ناس ممكن يشتغلوا في حاجة في الوطن ده، ممكن نغني للشعب ده شيء يخليه يعمل، يخليه يحس بمسؤوليته. يعني حاسة دي الدنيا كلها بقت حكومة ملامة. تواصل لقائنا مع الفنانة أمال النور. وإذا كان مطلوب من كل إنسان في وطنه أن يتفاعل مع مجريات الأمور يعني السياسية، وبتأكيد
كل ما ترميه من ظلال على كل نواحي الحياة، كيف يمكن أن نتفاعل فعلا مع مجريات السياسة برأيك؟ نتفاعل معها بأننا نعمل، إحنا ما نعمل شغل، إحنا مش فنانين. حاسة أنا لو بقيت من الحزب الـ ABC، حزب الـ ABC، هل حأقدر أعمل غير أقول ABC أحسن حزب في العالم؟ حأقدر أعمل أكثر من كذا؟ أنا قاعدة في الكرسي وبغني، خليني أغني كلمة، خلي الشعب ده يقوم يشتغل، لأنه إحنا دائما عندنا حكومة ملامة وأنت ما سألتيني عن شنو في كل مراحل حياتنا والحضرنا والمحضرنا، دائما الزول صعب للحكم هو ملام وهو السبب في كل حاجة. يعني فكرة الشماعات دي ما صعبة شوية؟ يعني إحنا لو كل زول أدى عمله على أكمل وجه، تفتكري السياسي بيكون عنده حاجة غير إنه يتخذ قرارات تودينا إحنا لعمل لقدام؟ مش حيكون كده، ولا حيكون لسه بيصلح في مشاكل نحن بنعمل فيها، واقفين بنغني برضه الـ ABC أحسن حزب في العالم، ما عندها معنى. بعدين الحزب ده لو خسر، تخيلتي كمية الناس اللي ممكن ترفض وتكون من جواها رافضة وما عايزة تشتغل وعايزة تقعد تنتظر كده عشان الحزب ده يغلط، عشان نقوم ننفذ في الجريدة حقتنا بتاعت المعارضة. يعني الفكرة كلها بالنسبة لي بصراحة قاعدة تضحكني. أنا عارفة إنه أنا ممكن أكون مثالية في تفكيري، لكن كمان عندي نقطة، يعني عندي وجهة نظر وافتكر إنها قوية. خلونا نشتغل، أي شخص شغل موكل إليه يأديه على أكمل وجه، ونشوف رح يحصل شنو في الأمم دي. يعني حس الأمم، حس أمريكا مبسوطين كلهم من أوباما دي، في خيبة أمل كبيرة طبعا. طيب حاليا يلا وقف واحد، وقف شغله، أمريكا بقت ما أمريكا، مصانع أفخم الأشياء اللي في أمريكا اللي بنجيبها منها هي نفسها. ليه؟ لأن الحكاية بقت عجلات أخرى غير السياسة. السياسة ده محور حق الساسة، حق إنهم يسوسوا البلد داخليا وخارجيا، وأمور حقتهم هم بيعرفوها هم، فما ندخل فيها أكثر من كده. حتى أنا لو كان عندي حزب ودخلت فيه فاز أو ما فاز، من جواي أهيئ نفسي إنه أنا شخص وطني سوداني عايز أعمل للسودان ده شيء مفيد. إذا بعد ذاك إذا كان الحزب الحاكم منعني عن عملي ده، بحتجة بقول أنا عايز أعمل كده بس، لكن ما في داعي لما أزعل. يعني أنت الله لا يبريكي أهنى ده لما يزعل. طيب أمال، عندك مواقف كثيرة في التفاعل مع القضايا سواء كانت محلية أو عربية، واحدة من المواقف اللي بنستحضرها لك على سبيل المثال وليس الحصر، موقفك في التفاعل مع قضية المصور السوداني بقناة الجزيرة سامي الحاج. تفاعلتي بقوة وكان هناك عمل غنائي قوي وأوبريت، يا ريت تكلمينا عن التجربة دي. لما سألت من المشكلة، أنا طبعا ما متابعة سياسيا للأسف، يعني حابطك في نهاية البرنامج، لكن عرفت أنه سامي الحاج هو متهم بأنه ينتمي للقاعدة. أنا شخصيا عندي مآخذ كثيرة جدا على هذا النظام، لكن سامي الحاج لما مسكوه ما مسكوه هو كان بينسف في سفارة، كان شايل كاميرا وبيصور، كان بيأدي في عمله. ده أنا بالنسبة لي هو أقدس، استفزاني ده أقدس من أي شيء. إنسان بيأدي في عمله أنت بتشيله بحزبه، خلي لما يتورط في حاجة تقبض بها حقيقة. يعني مثلا كانت مهينة جدا جدا، فعملنا عمل هو عمله أستاذ سعد الدين إبراهيم الكلام، وغنيناه أنا وليد زكي الدين عصام محمد نور. كان أنا بفتكر إنه كان له الأثر، العمل سافر لسامي في كاسيت وسي دي وسمعه، وبفتكر انه في نهايه كثير من القضايا حلت بسبب تضامن الناس وتاكيدهم على فكره انه هذا الشخص مظلوم وهذا الشخص يجب ان يفرج عنه، ونناقش ظلمه بمنطقيه بعيدا عن اي ميولات. انت كده فهمتي انا قصدي شنو. يعني احنا لما ناقشنا قضيه سامي الحاج، نعلم انه في امكانيه 75% انه يكون من القاعده، لكن ده ما الموضوع كان في ساعتك. موضوع انه ده شخص شايل كاميرا بيصور في لقاء صحفي او لقاء تلفزيوني، وقبض عليه في الامر ده، وترمى في سجن بالسنين بدون حتى ما ينظر في قضيته. يعني ما في ظلم اكثر من كده. طيب انا من رايي انه هنا امال النور عبرت عن انتماء سياسي نوعا ما، ولكن بطريقتها واسلوبها الخاص. ده انتماء وطني وانتماء حقيقه. نعم، ده انا كده قلت الحقيقه. انا كنت زي ما قلت لك، الفنان هو ضمير، مرايه، عكست الحاصل، خليت الناس تشوف الحاصل على حقيقته بس. ما اي واحد بيقول لك لا سامي الحاج ده من ناس القاعده خليه يمسكوه، صح؟ في ناس كثيره بتقول كده، لكن لما تنبههم انه لا، هو ما قبض عليه في انه هو في بشايل قنبله، بيفهموا الناس قاعده تفهم، يعني العالم بيفهم.
بيفهم منك، تقول انت كلمه الحق بيفهمها منك. طيب أمل، يعني بعيدا عن هذا السياق، يمكن السودان بيشهد تاريخ جديد في حياته، حيعيد صياغة منظومته السياسية والاجتماعية والاقتصادية على حد سواء. كيف يمكن الفنان أن يساهم في ظل هذه الأوضاع وأن يجعل الصورة أكثر تناسقا وجمالا برأيك؟ أكثر شيء إحنا ممكن نغني له، عارفة إيه؟ المحبة والسلام، وإنه الناس ما تستجيب وما تنفعل انفعال لحظي ومدمر مع الخلاف، لأنه بعد الانتخابات دي تخلص الخسران، يعني بعد ذاك ربنا ينجي العالم. أفضل نشتغل في الاتجاه ده، لأنه لازم واحد حيكون خسران معاي أنتي، ما حتفوز الناس دي كلها. إحنا أصلا صوتنا واحد، حنشيله وحنديه لشخص واحد، ما حيأثر سلبا ولا إيجابا. نحن بالعكس يمكن يكون حرصا على فوز المواطن بتحقيق كل الآمال والطموحات اللي بيحلم بها كل يلا، ما هي دي السودان. المحبة، ما هي دي المحبة والإنسانية. خلينا نحب بعض ويكون عندنا إنسانية، ونتذكر إنه الحزب المنافس لنا ده هو ممكن يكون أخوي في البيت. خلينا نتذكر الأشياء دي ونحاول نعمل في الاتجاه ده، في إننا نعلم الناس كيف إنها تسيطر على غضبها وتتقبل فكرة إنه الحزب حقها ما هو الفائز، تتقبل الفكرة دي من جواها عشان ما يحصل أي مسائل سلبية في البلد. أكثر زي ما قلتي، يكون عندنا فعلا سعي لتاريخ جديد، ولو إنه الحياة أساسا هي ما قاعدة تكون إيجابية دوما، بس إحنا مجبرين كفنانين نكون إيجابيين على الأقل. يعني الحتة اللي بتكون ما نايلة لو نورتيها وتعرفي تنظميها أكثر أحسن مما تكوني خاطئة في الظلام، ما حتعرفي أي حاجة مخصوصة. فنانة أمال نور، بقول لك إنه سعيدة جدا إنه نعرف الليلة جانب آخر غير الصوت الجميل والحضور الأجمل، أن يكون فيكي فكر بهذا العمق. سعدني جدا بوجودك على فن وسياسة. سعدت بيكي وسعدت بقناة الشروق، شكرا وأهلا وسهلا، وأتمنى إنه ما تضحكوا علي، ده تفكيري أنا كده، وأنا تكلمت معكم بصراحة ما حاولت أزيف ولا حاولت أزود ولا حاولت أنقص، ما حاولت أعمل أي حاجة، أنا عاملة كده وأنا في سلام مع نفسي بالخيار اللي أنا اخترته لنفسي. يعني دائما المحبة ثم المحبة ثم المحبة، ما في أمثل من كذا حل حارة. لكن يا هكذا، شكرا لك. شكرا. الأستاذة أمال النور فنانة شاملة، حاورناها في مجالات شتى، فكانت صريحة الرأي عميقة الفكر، تؤمن بمبادئ صارمة تجاه المجتمع، فنها هو سياسة التعبير والتفاعل مع الآخر.